يسعد الله اوقاتكم مشاهدين ترندز، ويا هلا ويا مرحبا فيكم جوله جديده لابرز الهاشتاجات والتداولات اللي رصدناها لكم من مختلف منصات التواصل الاجتماعي. بداية أخبارنا ستكون مع خبر لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه، الذي حضر مأدبة غداء على شرف سموه في مزرعة عزايز. من مركز التواصل الصحي رصدنا الرسالة الرابعة لآخر تطورات المنظومة الصحية، واللي شملت على خمس مواضيع نسمعها من الدكتور عبدالله سند المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. تنوع الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، وتحديدا خدمة الرعاية الصحية في المنازل لفئة طريحي الفراش. بداية، هذه الفئة هم في الأغلب المرضى الملازمين للسرير أو الفراش بسبب طبي لا يمكنه من المشي أو ممارسة الحياة بشكل اعتيادي طبيعي. هم غالبا من فئة كبار السن، وكذلك هناك فئات أخرى مثل المرضى ما بعد العمليات الجراحية أو ذوي الإعاقة أو ما بعد حوادث السيارات أو الإصابات المختلفة لأي سبب كان، وما بعد الجلطات كذلك، مثلا الجلطات الدماغية، وكذلك مرضى التأهيل والعلاج الطبيعي. عبر هذه الخدمة التي تقدمها مشكورة الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع الإدارات والقطاعات المختلفة في الوزارة، يتم تقديم أنواع متعددة من الخدمات الطبية المختلفة مثل الاستشارات الطبية والتقييم السريري وعلاج الأمراض المزمنة، وكذلك المتابعة الدورية للمسنين طريحي الفراش من قبل طبيب الرعاية الأولية. يتم تقديم كذلك خدمات التمريض مثل تبديل غيارات الجروح وإعطاء الأدوية عبر الحقن الوريدية أو الأدوية التي تعطى عبر حقن تحت الجلد. كذلك هناك خدمة التغذية العلاجية، وخدمة الاستشارات الدوائية والتحاليل المخبرية وسحب عينات الدم، كل هذا في المنازل. وخدمات طب الأسنان لا ننساها، وخدمات الطعوم الموسمية، وخدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل والعلاج بالعمل وعلاج النطق، وكذلك علاج البلع والرعاية التلطيفية لحالات مرضى السرطان واستشارات العيون. كذلك هناك خدمة تبديل ورعاية الشق الحنجري.
وحول آخر مستجدات خدمات منصة سهل، القوى العاملة أطلقت خدمة إذن العمل بعض الوقت بشرط موافقة صاحب العمل وألا تتجاوز ساعات العمل عن 4 ساعات. تفاصيل أكثر شوفها على الشاشة. أما خبرنا الرابع يخص وزارة التجارة، وفي إطار جهودها بمكافحة الغش وتقليد العلامات وحماية المستهلك، أغلقت 7 محال تبيع سلع مقلدة مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. عز وفخر، هذا هو شعار الاحتفالات الوطنية لدولة الكويت في شهر فبراير. ومن حساب وزارة الإعلام رصدنا لكم متابعينا لكيو آر كود الخاص بشعار الاحتفالات، ولتحميله ما عليكم إلا أنكم تضغطون عليه. كل عام والكويت بخير وبأمن وأمان وعز وفخر. محطتنا الحالية مع خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان وآخر أخبار الطقس لعطلة نهاية الأسبوع. حياكم الله معنا في نشرة جديدة لعطلة نهاية الأسبوع وخلال فترة اللي هي الأيام المقبلة. اليوم أول أيام شهر فبراير، معروف شهر فبراير أنه تبدأ فيها فترة الربيع. اليوم راح يكون العكس، خاصة الليلة حيث متوقع أن تبدأ الرياح الشمالية الغربية خلال مساء الليلة بالتحول إلى رياح باردة جدا ورياح معتدلة إلى نشطة قد تثير الغبار، وهناك في سحب يمكن مطرة خفيفة جدا سريعة جدا ولكن لا ليس لها أي تأثير علينا في الكويت. هذه هي المرتفعات الجوية عادة تنتهي فيه مثل هالفترات، ولكن هاليوم بشكل خاص خاصة اليوم الخميس سوف تدخل علينا هذه الكتلة الباردة ويكون فيها الطقس ملحوظ ببرودته وشدة برودته كذلك، لأن الانخفاض راح تكون فيها من درجات حرارة راح تكون اليوم العظمى ما بين 20 إلى 24، وغدا إن شاء الله يوم الجمعة راح تنخفض فيها الحرارة وتكون ما بين 15 درجة إلى 18، يمكن تكون أقل من هذا الشيء في بعض المناطق البرية. لذلك يجب أخذ الحيطة والحذر لإخواننا رواد البر وكذلك البحر سواء الحداقة بسبب ارتفاع الأمواج بشكل كبير جدا الليلة في وقت متأخر من الليل وكذلك أول صباح القد، وكذلك إخواننا اللي طالعين البر ورواد البر والكشاتة أن يخلون بالهم بالنسبة لسرعة الرياح وانخفاض الحرارة على أطفالنا وكبار السن خلال الليلة. أما بالنسبة نهار غد الجمعة فتبدأ الرياح تخف من بعد العصر وتستمر الرياح خفيفة والأجواء مشمسة حتى تقريبا نهاية الأسبوع المقبل مثل هذا اليوم، ومن ثم كذلك الحرارة تبدأ بالارتفاع من يوم الثلاثاء، فموجة البرد هذه تستمر لها فقط 3 أيام ومن ثم يبتدأ الدفء والأجواء تكون طبيعية جدا وربيعية بشكل عام في الأيام المقبلة ما عدا خلال هذا اليومين المقبلين. كانت هاي نشرتنا لهذا اليوم، حياكم الله، كان معاكم خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان. وما زال صغار غزة يعطون دروسا للكبار، واليوم مقطعنا يعتبر من أبرز الفيديوهات المتداولة عن فرحة صبي بعد حصوله على طعام لإخوته الصغار. أخذت؟ أخذت. إيش أخذت؟ وريني يا أهل. أيوة. شايفين عبونا مجدرة بحمد الله.
مكيف يعني؟ مكيف انت طعم اخوك الصغار عند اخو صغار كثير والله. انا زي الناس بدي اجيب اكل لاخوتي عشان ابوي مستشفى مش انه مأوى رزق. بسم الله ونعم ربك الله يعينك يا عم. ختام جولتنا اليوم مع منظر للطبيعة يخلب الأنظار لبياض يكسو مرتفعات تبوك. نشوف معكم هذا المنظر بالفيديو القادم. وبشذي مشاهدينا نكون وصلنا معكم لختام حلقة اليوم، ونشوفكم في حلقة جديدة مع بداية الأسبوع. في أمان الله.